السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهاردة ان شاء الله جاي لكم فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفتنا زي ما انتم شايفين هتبقى سهلة وبسيطة وموجودة في كل بيت، ممكن اي حد ان هو يقوم يعملها دلوقتي حالا لانها سهلة ومن قلب مطبخنا، مش هتكلفنا حاجة من بره ولا حاجة، بس في نفس الوقت هتنزل معاكي الوزن، مش عايزة اقول لك للنص، هتنزل معاكي وزن كويس جدا جدا، هتنزل مية، هتنزل دهون. كلنا طبعا بنعاني من الارداف دي، يمكن مشكله بنات كتير، جوانب الكرش، الحاجات دي كلها الترهلات اللي احنا دايما بنعاني منها وبتضايقنا في اللبس بتاعنا. فاحنا النهارده يا جماعه جايبين لكم وصفه حلوه قوي، ده ان شاء الله هتنهي كل المشاكل ديت وهتقضي على كل الكلام ده. المكون بتاعنا النهارده ده مكون مهم جدا وده هو الاساس. لو احنا داومنا على الوصفه ديت لمده شهر واحد بس اضمن لك ان انت فعلا هتخسي، يعني في اقل وقت وزن كويس جدا، هتنزل كل الميه اللي في جسمنا، هتنزل دهون، هتنزل ترهلات كتير، الحاجات دي كلها. هو ان شاء الله مكون واحد بس ده اللي هيبقى باذن الله الوصفه بتاعتنا، اما الباقي سهل جدا وهيبقى متكون عندك وده شيء اساسي ان هو يبقى في قلب مطبخك. تمام، تعالوا كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ننزل تحت كده نعمل لايك للفيديو، نطلع تاني نشوف الفيديو، شيروا الفيديو يا جماعه عشان بنات كتير تستفاد منه النهارده وتعرف وصفه زي ديت. زي ما احنا معرفنا كده لازم بنات كتير تشيروا علشان ناس كتير تستفيد من الفيديو. انا عايزاك قبل ما تبدا بالوصفه ديت توزني نفسك قبل وبعد، تمام، علشان تشوف جابت معاك نتيجه ولا لا. انا عملت ان شاء الله معاكم الوصفه ديت النهارده علشان الاجسام العنيده اللي ما بتنزلش بسهوله، فباذن الله لو انتوا داومت على الوصفه ديت صدقوني جسمكم فعلا هينزل. تمام، زي ما قلت لك اوزني نفسك قبل وبعد عشان تشوفي انت يعني ايه الوزن بتاعك نزل قد ايه، ونزل قد ايه ميه، وقد ايه دهون، والحاجات دي كلها. تعالوا بقى كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف الوصفه بتاعتنا. مبدئيا كده يا جماعه المكون اللي انتوا شايفينه قدامكم دوت ده الحمص. الحمص ده يا جماعه اللي احنا طبعا يعني كلتنا عارفينه وبنستعمله، بنحطه على الترمس، بنعمل حمص شام، الحاجات دي كلها بنستخدمه دايما على طول في معظم الاكلات بتاعتنا. وعلى فكره يا بنات الحمص دوت فيه نسبه الياف عاليه جدا، اول حاجه هتحسسك بالشبع وهتخلي الناس دايما شهيتك مش مقبوله على الاكل، فبالتالي مش هتاكل كتير ولا هيبقى عندك شراهه على الاكل. الناس اللي هي دايما عندها شراهه على الاكل او مقبله دايما على الاكل ده هيسد الشهيه معاكي، هيقلل من الاكل بتاعك، هتزود معاكي معدل الحرق بسرعه. تمام، فتعالوا كده نبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا الوصفه بتاعتي. مبدئيا كده يا بنات انا معايا كوبايه الميه اللي انتم شايفينها ديت، هنعمل ايه؟ معايا شويه حمص زي دومت، يعني منه معلقه بس مش اكتر. بنعمل ايه؟ بنغسلهم كويس جدا قبل ما استعملهم، بغسلهم كويس جدا، بعد كده بقوم حطهم في كوبايه الميه زي ما انتم شايفين كده عادي. بقى عشان الناس اللي هتسال تقول طب ميه سخنه ولا ميه بارده، ممكن تحطها في ميه دافيه على اساس ان هي يعني تعمل معاكي بسرعه. تمام، وبعد كده بغطي عليها وبسيبها. هنسيبها قد ايه؟ هنسيبها لو احنا عملنا الموضوع دوت هعمله بالليل، هصبح الصبح اعمل الوصفه بتاعتي، لازم اسيبه مده كافيه على ما الحبايه احس ان هي بدات ان هي تنتفخ معايا شويه او تكبر معايا شويه. تمام، ده بقى يا جماعه منظر الكوبايه بتاعتي او منظر الحمص بتاعي بعد ما سبته ليله كامله طول الليل، صبحت الصبح اهو بقى بالشكل اللي انتم شايفينه دلوقتي. هوريكم برده الحبايه عملت ازاي اهو، يعني لو انتم ملاحظين شايفين حجم الحبايه كبر بقى بالشكل ده كده. تمام، فانا دلوقتي هعمل ايه؟ هنعمل بقى الوصفه بتاعتي. ده انا عندي كده اي وعاء هغلي فيه، يعني اي حاجه تتحط على النار هنعمل فيه. فانا عندي الكوبايه في حالها كده بالميه في حالها بالحمص زي ما انتم شايفين اهو كده، انا حطيته في قلب الوعاء اللي انا هغلي فيه. بعد كده لو انا عندي الميه مغليه علشان طبعا انا هغلي على النار، هعمل حوالي كوبايتين، يعني الوصفه ديت انا كده دلوقتي بعمل حوالي كوبايتين، كوبايتين دولت اللي انا محتاجاهم النهارده في الوصفه بتاعتي. ده كده معايا الليمون، انا هحط الليمونيه دي كلها كده لانها يا دوبك حجمها متوسط صغيره، لو انت عندك ليمون حجمه كبير خد النص بتاعه بس. تمام، فانا هاخد الليمونه بحالها كده هقطعها اربع واقوم حطها عندي مع الوصفه بتاعتي. ده كده يا جماعه الليمون اهوت بعد ما قطعته اربع زي ما انتم شايفينه كده، انا عملته بجلده بحاله لان انا عايز استفيد من كل الليمون بتاعي. ده كده تاني مكون. بعد كده معانا ايه؟ بعد كده معايا عود كزبره زي ما انتم شايفين كده بالحجم ده اللي انتم شايفينه ده، بيبقى مغسول ونضيف زي ما انتم شايفينه كده. الكزبره دي بتعمل ايه؟ دي يا جماعه بتنزل كل الميه الزايده اللي في الجسم اهو.
بقطعه برضو حتت صغيره كده اهوت. اهو بالشكل ده كده قطعنا عود الكزبره كله اهو بالشكل ده كده تمام. اهو بدوبه في الميه المغليه اللي انا حطيتها بالشكل ده كده. ده كده هنضيف كمان شويه ميه على اساس ان هما يبقوا كوبايتين. بعد كده هنغطي عليه لان لازم اي وصفه بنعملها لازم بنغطي عليه تمام. هنديله غلوتين كده على البوتاجاز لازم يغلي كده حوالي 5 دقايق على النار، تكون النار هاديه خالص، وان شاء الله ارجع لكم تاني. ده كده يا جماعه الوصفه دلوقتي جهزت معايا، ولو انتم ملاحظين انا مغطيه عليها وسبتها لغايه ما بردت معايا خالص علشان البخار بتاعها، انا عايز استفاد منه مش عايزاه يتبخر تمام. فاحنا دلوقتي هنشيل الغطا كده اهوت، لو انتم ملاحظين مفيش اي بخار مفيش اي حاجه، سبتها لغايه ما بردت خالص. فدلوقتي انا هصفي الوصفه بتاعتي بالشكل ده كده. شايفين بقى لون الخضار بقى عامل ازاي، خضار والحمص والكزبره كل الحاجات ديت والليمون. ده كده بعد ما جهزت معايا وصفتها وبقت بالشكل اللي انتم شايفينه دلوقتي تمام. دول دلوقتي كوبايتين اتنين دولت اللي انا هستعملهم في الوصفه بتاعتي. هنعمل ايه بعد كده؟ معايا مكون، والمكون دوت كويس جدا بيزود معايا نسبه الحرق او معدل الحرق معايا اللي هو الكركم تمام. باخد معلقه صغيره كده من بتاعه الشاي وعلى كوبايتين الميه اللي انتم شايفينهم دومت وبحطهم، وعلى حسب اختيارك انت، الناس اللي مش حابه تحط كركم ما تحطش مفيش اي مشكله، بس احنا بنعمل حاجه تزود معاكم معدل الحرق اهو بالشكل ده كده. ده كده يا جماعه الوصفه جهزت معايا. طيب دلوقتي هناخدها ازاي؟ هناخدها كوبايتين اتنين في اليوم، كوبايه قبل الفطار على الريق خالص، قبل الفطار بنص ساعه بناخد كوبايه، وقبل العشاء بنص ساعه برضو بنكون واخدين كوبايه. ده كويسه جدا، هتنزل كل الميه الزايده اللي في جسمنا، هتنزل الدهون المتراكمه اللي بقالها سنين ما بتنزلش، الحاجات دي كلها تمام. هناخد طبعا الكوبايه اللي بتاخد على الريق، هنعمل كوبايه تانية لاخر النهار قبل العشاء كده بنص ساعه، هنقوم واخدين هنحطها في التلاجة، وقبل ما نيجي ناخدها بحاجات بسيطه كده نكون مدفينها دفو بسيط بس خالص كده تمام. لو انت مش حابه الطعم بتاعها او هيكون مزز معاكي او مش هيكون مستحب، ممكن تضيفي لها نص معلقه عسل نحل، ده هيبقى كويس جدا تمام. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يا رب يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشيروه علشان بنات كتير تستفاد من الوصفه بتاعتنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.